ضمن الخطط التطويرية لأمانة المنطقة الشرقية، أطلقت الأمانة في عام 2009 برنامج فرز وتدوير النفايات للمحافظة على البيئة من تراكم النفايات والاستفادة من إعادة تصنيعها. موجودة بس إنها كمية قليلة أو أماكن محدودة، عرفت؟ لكن هذا شيء يعني مرة مهم للمجتمع وللبيئة وللأتموسفير اللي هي طبقة الأوزون. طبعاً وغير كذا مهم إن إحنا نصير ما نستورد، عرفت؟ نصير نسوي ريسايكلينج، نصير نعيد تدوير المواد هذه. وبعد مرور ما يقارب 10 سنوات على تطبيق المشروع الذي لم يحدث التغيرات المرجوة، بل على العكس تماماً، أصبحت مكب للنفايات العامة وتشكل منظراً لا يليق بمدينة متطورة، والكثير منها أصبحت فقط لوحات بلا حاوية. تحاول تطبق، بس ليس هي الوحيدة الدور الفعال، المجتمع الدور الفعال، والأمانة لازم تحاول تخلي تخصيص شركات، تعتمد شركات، الشركات هذه يصير لها مدخول، تستأجر الشركات من الأمانة أو مواقع بحيث أنه يدخل لهم ربح، يدخل لهم فائدة، بحيث أنه ما نعتمد على الحكومة 100%، يكون الاعتماد على الفرد والأشخاص والمجتمع وتثقيفه، بحيث أنه إذا شاف المادة والدخول راح يصير الموضوع كله أفضل وأفضل وأفضل. فعال جدا. ليه؟ قبل كان النفايات في كل مكان والقزاز مخترط، وهذا إذا فرزناها بالعكس راح تقل بنسبة يمكن 45%، فأنا أفضل للمجتمع وأفضل للبيئة بعد. فالأمانة أنا ما طبقتها، لكن لو أتمنى أن نلقى زي الحاويات أكثر، مثلا حاوية قزاز، حاوية خشب، حاوية كذا، بحيث الناس تعرف وش تحط وين تحط، وبكذا يتفعل الموضوع أكثر والتوعية زيادة. طبعا السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو سبب إهمال وفشل هذا المشروع التنموي؟ هل الجهة المسؤولة لم تقم بالدور الكامل تجاه المشروع؟ أم نقص في التوعية لدى المواطنين على أهمية تدوير النفايات؟